مدينة العاشر من رمضان تم تشييع جثمان البطل الشهيد أحمد المنسي، والذي أوصى بعدم تغسيله ولف الجثمان بعلم مصر في مشهد ربما يدمي القلوب لكن بالطبع يغلفه الصبر واليقين. هذا الطفل الذي لم يكمل عامه الثامن ارتدى الزي العسكري ووقف مودعا والده البطل. يقول اسمه بداية الحياة دكتور حمزة هو أكبر أبناء أحمد المنسي، وله اثنين آخرين من الإخوة. حمزة يثبت الأقاويل المصرية القديمة إن اللي خلف ما ماتش. ربنا يرحمه وربنا ينصر زملائه عشان يجيبوا حقه. اللهم ارحمك يا أحمد. أقول إيه للفقيد؟ أقول إيه للفقيد؟ أنا قلبي تجوع عن الفقيد. ربنا يرحمه وربنا يسكنه فسيح جناته. احنا بنعزي كل أهالينا، أهل الشرقية وأهل مصر كلهم، في شهداء الحادث الإرهابي الغاشم اللي حصل فجر أمس. واحنا يعني محافظة الشرقية النهاردة فيها 3 شهداء. فترة غريبة إن شاء الله يكون كل مصر النهاردة أمن وأمان، ونفرض صدارتنا على سينا، وربنا ما يضير المصريين في أي حاجة وحشة تاني إن شاء الله. قضاء وقدر، وده قدرنا وده واجبنا. ده واجبنا. حتى النهاردة عريس في السماء إن شاء الله مع الصديقين والشهداء. إن شاء الله ربنا ينور قبرك ويوسعه لك أكتر ما هو موسع، وإن شاء الله أنت عند ربنا. بس مش قادر أقول غير كده، وحزب الله ونعم الوكيل فيهم. كان زي ما يكون بيودع. عامل البنت، عامل البدلة بتاعت ابنه دي قبل رمضان، البدلة اللي ابنه نزففها واللي كان قاعد على راسه قبل رمضان. منهم لله ينتقم منهم، ولحد آخر لحظة يقول الله أكبر. ربنا يرحمه. باشا مات بطل، مات بطل يا حبيبتي، مات بطل. أحمد المنسي مثله لا ينساهم التاريخ، مثله يكتب اسمه بحروف من نور ما تبقى أبد الدهر. العقيد أحمد المنسي ضابط الصاعقة المصري، بطل من أبطال الكتيبة 103 صعقة. هو بمفرده كتيبة، هكذا قدر الأبطال. كان يخدم في العريش ثم ذهب إلى إحدى الوحدات بأنشاص، وبعد استشهاد قائده وصديقه العقيد رامي حسنين تم استدعائه ليعود للعريش ليتولى مهمة قيادة الكتيبة 103. وبالطبع هو دائما جاهز، جاهز لأداء الواجب وجاهز للقاء ربه. أحمد كان دائما ما يعظم من سبقوه في الشهادة، فكتب رثاء للبطل رامي حسنين على صفحته الشخصية، وكذلك كان مثله الأعلى الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي. وكانت آخر كلماته على صفحته الشخصية على الفيسبوك: يا قبورا تنادي أسامينا، ويا موتا يعرف كيف يصطفينا، سطوة الموت لن تغير لقبنا، فنحن أحياء للشهادة سائلين.